تردد بالفترة الأخيرة على ألسنة كتير من المسؤولين السياسيين مصطلح النقي بالنفس لتسجيل موقفنا المعترض على دخول بعض الأطراف اللبنانية بالصراعات الخارجية، إلا أنه هذا المصطلح أبصر النور لأسباب معينة. فهل بيجوز أنه يتم تداوله بالتصاريح الاعتراضية على التدخل بشؤون الخارج مثل ما عم بيصير اليوم، أو إله ظروفه الحصرية؟ نقي بالنفس هو منا سياسي. نقي بالنفس هي موقف. نقي بالنفس أول مرة صار خلافا لما بيشيعوه انه بحكومه مئاتهم بعد الحرب السوريه. غلط. النائب النفس حصل اول مره بشهر حزيران، ب10 حزيران 2010 بحكومه سعد الحريري الاولى. كان في موضوع مطروح، كان لبنان عضو بمجلس الامن، وكان مطروح عقوبات على ايران بمجلس الامن. شو لبنان بيعمل؟ يمتنع عن التصويت. شو يعني يمتنع عن التصويت؟ يعني ينأى بنفسه. مستشار رئيس الحكومة الأسبق نجيب مئاتي خلدون الشريف كان له رأي مغاير عن اللي قاله خير الله، فأكد بشدة أنه موقف النائب النفس تم اتخاذه أول مرة بحكومة مئاتي سنة 2012. مش مزبوط أبدا. النائب النفس صوت بال 2012، اتخذ قرار نائب النفس الأمم المتحدة برمضان سنة 2012 حول موقف بقرار دولي، والحريري قال عنا لعيب النفس بوقتها. الموضوع يلي وقت بتقول سياسة نائب النفس هي غلط، هي سياسة تحييد لبنان. تحييد لبنان يعني هي البند 12 يلي اجى بعد سنتين ويومين على القرار النائب النفس، يلي هو تحييد لبنان بالفقرة 12 يلي انعمل بقلب اعلان بعبدة يلي اجتمع على طاولة الحوار كمان بشهر حزيران 2012 واكرروه بالبند رقم 12، هو تحييد لبنان عن صراعات المحاور. للاستفسار أكثر عن حقيقة الأمر كان لابد من التواصل مع السفير اللبناني السابق ناجي بوعاصي، واللي كان بيشغل وقتها منصب المستشار السابق لرئاسة الجمهورية، فحط كل النقاط على الحروف. يعني انطرح موضوع العقوبات على إيران بالمجلس الأمن. متذكر أنا أنه التعليمات كانت للسفير نواف سلامي، السفير نواف سلامي هو اخترع الفكرة أنه نائب النفس. هذه وقتها استعملت مجلس الأمن الكلمة. مرة تانية من رئيس مئاتي كمان استعمل هو مبدأ النائب النفس، يبقى للمجلس الوزراء يبقى فيه، بس هو حكي عن النائب النفسي ما تعلق بسوريا وقتها وبشكل عام. أيام رئيس مئاتي استعمل نائب النفس عشان كل شيء اسمه مشاكل بالمنطقة. بضيف إلها أنه وقتها صار في إعلان بعبدة سنة 2012 كلمة النائب النفس ما استعملت عبارة اسمها تحييد لبنان عن المشاكل المنطقة. رغم التركيز على مصطلح النائب النفس المتداول حصرا بالسوق السياسي اللبناني، ومع وضوح خلفية هذا المصطلح وظروفه، بيبقى هدف إطلاق المصطلح بتصريح اليوم واحد، وهو تحييد لبنان، أي الاعتراض على التدخل بالشؤون الخارجية. فهل ممكن يتحقق هذا الشيء بظل التباينات السياسية القائمة؟ محمد زهوي، تلفزيون نشرة.